كارول، اهلا وسهلا فيك باخبار الجديد. هلا خليك بالبيت، ملتزمه فيه طبعا هاشتاج خليك اكيد بالبيت. اكيد نلتزم فعلا بهالحاله الطوارئ اللي عم نعيشها ان كان بلبنان وبالعالم كله. صحيح، نلتزم كلنا عن جد بطريقه جديه، ما نستهتر ولا نتمسخر على الموضوع لانه الموضوع كثير جدي ومش سهل، لنحمي حالنا ونحمي اللي حوالينا ونحمي مجتمعنا كمان. اكيد انا امبارح اللي بتابعوك على تويتر وانا من محبينك، عرفت انك عم تتساءلي اذا لازم ننزل الكليب هلا او لا لاغنيتك الجديده، فحبيت اليوم انا اسالك اياها وتجاوبيني. كل الناس ناطره، شو قررت؟ شو اخذت قرار؟ فكره السؤال اللي طرحته انا من باب انه لما نزلت الاغنيه طبعا من اكثر من 14 يوم. صح، انغامي، هي نزلت مع انغامي اغنيه مش حعيش. مزبوط، كنا نزلناها نحن من 13 و14 يوم وصورنا الكليب بباريس والكليب صار جاهز لينزل. هو العمل نزل كله قبل ما تتطور امور الكورونا يعني اكيد. فلما جينا لننزل الكليب انا الصراحه اجلت، هو كان المفروض الاسبوع الماضي ينزل. انا اجلت لانه احتراما يعني للوضع اللي كنا عايشينه، قلت انا الناس مش باله بال يعني الامور الفنيه، بس بنفس الوقت على كثر ما صار لهم اسبوع الناس اذا بدك عم بيضغطوا انه بالعكس نحن زهقانين، نحن قاعدين بالبيت، خلينا نموه، خلينا ننسى، مش ضروري نضل نفكر بمشاكلنا ونفكر بالامراض. فمن هون اذا بدك على كثر الضغط حبيت اطرح سؤال لشوف الناس كيف بتفكر بهيك اوقات. شو اخذت قرار؟ انا الاغلبيه كانوا مع، انه الاغلبيه معظمهم لحد هلا 60% قالوا بالعكس مع انك تنزلي، لانه نحن قاعدين بالبيت وزهقانين، عم بتشجعونا نقعد بالبيت ونحمي حالنا، لازم نتسلى بهالوقت، مع انه بحترم الناس اللي صوتت، بس لحد هلا ما اخذت قرار نهائي اذا رح نزله ولا لا. ممكن اذا حسيت بعد كم يوم الناس تعودت على الحجر المنزلي وتعودت على الفكره والناس فعلا يعني كل شيء بالجو تغير ممكن نزله. بانتظار انه تاخذ القرار النهائي فينا نوعدهم انه مش كثير بعيد، صحيح؟ فينا نقول هيك انه ممكن يشوفوه خلال هالشهر ولا لا؟ يعني لا ممكن، لا اكيد لا، ما راح يتاخر اكثر من شهر. أوكي. قريبا مش حعيش، بيسمعوها وبشوفوها كفيديو كليب وبينبسطوا فيها. عايش مع حد سلبي واصحى الاقي عمري راح، حد فاكر. هلا اهم شيء كلنا ننتبه على حالنا، بحبكم كثير و كارول قبل هيك. قبل ما تقولي لنا باي، بدي اغتنم الفرصه لاسالك، انت وعم بتسجلي انت وعم بتقومي بتصوير الكليب كنت مع جاد، بدنا نوجه له تحيه. جات شوي كان في هيك، كان في مقاطع كثير مهضومه، قد ايه انت خايفه على حالك، قد ايه هن خايفين عليك؟ بتعرفي نحن كنا هذا مشهد كان اذا بدك هيك ارتجالي، فكره انه مره منهاره طلعت عم تعمل رده فعل على البلكون، فكنت مبينه كاني عم بنتحر على هالبلكون بباريس. فبتعرفي كان في سيارات مرقه وفي بوليس تحت، لما شاف المنظر عن جد رعبوا، افتكروا جديا انه في حدا عم بيحاول ينتحر. لتشوفي هونيك قد ايه الانسان عنده قيمه. فطلع البوليس دغري على الشقه وصار يتاكد منا من انه هل انت بك شيء، ار يو اوكي، يعني مرتاحه منيحه، فكروني عندي مرض اعصاب او فعلا. بتشوفي اصلا بالفيديو المحطوط على انستغرام، بتشوفي تحت كيف مجمعين الناس والبوليس مجمعه 100%. ورجعت حتى يعني انتم بالسياره، كمان انتم بالسياره كانوا عم ينتبهوا لي، كان في كثير برد، يعني كانت صراحه انتم عم بتصوري هالكليب كان في اكثر من لحظه هيك توقفنا عليها، والحلو فيك انك عم بتخلينا نتابع معك شو عم بيصير معك بالتصوير على الانستغرام، وهيدا شيء حلو. صحيح، هيدي وظيفة السوشيال ميديا، توصل إذا بدك بطريقة أسرع وأسهل للناس. فبس هيك بحب اللي هالشيء، هالحادثة المهضومة إذا بدك طريفة اللي صارت معنا بأغنية بكليب فيديو كليب مش حايش اللي تقريبا قريبا إن شاء الله بتشوف. بدي أقول لكم إياها عن هالغنية، إنها كثير بتشبه طريقة تفكيري، كثير بتشبه شخصيتي. الموسيقى كيف معمولة توزيعيا وموسيقتها، كيف فيك توصفي بشو بتوصفي كليبك؟ يعني انت قلت انه كلمات هيدي الاغنية كتير بتشبهك. انا من الواضح باغنيتي دايما في اذا بدي ما بحب انزال، يعني ما بحب اركع، عرفتي؟ لو حتى الحب كان حب يوجع وبيعذب، بس كرامتي قبل كل شيء. هذا الشيء ظاهر دائما باغنياتي، دائما في تمرد حتى على كارول. رح تكوني وحدك بالكليب
لا رح يكون في ممثلين معي. لا خليها مفاجأة، رح يكون في كمان حدا يعني في خلينا نترك بس بعد سؤال، هو الممثل يعني حبيبك حيكون لبناني ولا أجنبي جنسيته؟ لا هيك ما منفوت بالتفاصيل، خلينا مفاجأة بعدين منشوف. طيب بعد فيك سؤالين طرحون علي على التويتر. أول شيء، وين صرتي في أعمال بينك وبين زياد رحباني؟ وين صارت؟ وبالنسبة للألبوم الجديد، إذا عم بتحضري هيدا الأغاني ضمن ألبوم أو رح تضلها سينجلز؟ هو ما كان المقصود اني انا اكون رسميا عم حضر البوم، بس قد ما صرت عم بشتغل على كذا اغنيه منفرده. نعم. صاروا تقريبا عددهم 7 جاهزين. اوكي. فمنشان هيك انا هالسبع اغاني جاهزين عم يجهزوا، يعني عم خلص جهوزيتهم، فيني اضيف عليهم اكيد كل الاغاني السنجل اللي نزلت قبل من سنتين، فبيطلع البوم يمكن شي 12 اغنيه، بس منهم اكيد 7 أو 8 اغنيات جداد، واكيد رح يكون في من بيناتهم كذا اغنيه لزياد الرحباني. بس بعدنا بتعرفي شوي بياخد وقت وزياد بالتحضير، ومش دايما فين القطه، بما انه هو انا عم بكون بمصر معظم الوقت ما عم نقدر كل الوقت نستمع، بس اكيد في 3 أغاني على يعني في اكثر من يعني في 3 أغاني واكثر ممكن يكونوا مع لا زياد. في قول مش اكثر من 3 مع زياد الوقت الحاضر، لانه اذا كنا رح نعمل البوم. نعم. بس حسيت الالبوم كان ياخد 5 أو 6 سنين، فما بدي الناس كثير تنطر وتزهق، بس على الاكيد رح يكون في 203 هول اكيدين. بدنا نتمنى لك كل خير، خليك بالبيت انت وعائلتك وبس، وبوسات لك ولكل اللي عم يحضرونا بمصر وبالبلدان العربيه. ميرسي لكل، ميرسي لنيو تي في ولك دارين. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. Yeah.